من مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم ورجعنا لكم في هذا البث المباشر بالضبط مدينة الدار البيضاء. عملية البحث مستمرة من طرف رجال الأمن والبحث على السيارة اللي تسرقت بالأمس من منطقة الحي الحسني. سيارة من نوع الفاخر، سيارة من نوع مرسيدس كسوة الثمن، سيارة مولاها لح أنونس ماركت بليس عبر الفيسبوك. وهاد السيارة هادي مولاها اتصل به واحد الشخص قال لي غادي نجي نشري من عندك السيارة، فقال لي مرحبا جي شوفها. فاش جا عنده المنطقة بوسيجور، المكان اللي كيسكن فيه السيد، فاش وصل عنده قال لي اعطيني نشوف السيارة. فاش شاف السيارة بطبيعة الحال عجباته قال لي واش ممكن نسوقها؟ بطبيعة الحال قال لي الا كنا غادي نبقاو هنا في هذه البلاصة هذه. عطاه السيارة، ركب حداه شفار سيق، يعني شفار ماشي شفار انه باين فيه شفار، شفار كلاس محترف كيدير طلاميس. ركب معاه جابو دويرة عجباتو السيارة ويقول ليه يلا معايا لهنا، هنا في منطقة الحي حساني راه نوري السيارة لمالين الدار. جاو وصلوا لهنا حي حساني وقفوا قدام احد المنازل، قال لي ها انت الله يحفظك صوني عليهم من الانترفون. هبط سيدي صوني من الانترفون، خونك سيره بالطوموبيل وزادو هرب. يعني هذا شفار محترف، يعني كيدير طلاميس دا سياره كتسوى 28 مليون، ورجال الامن في منطقه الحي حساني في عمليه البحث على هذا السارق المحترف. طبيعه الحال رجال الامن يعني غادي يوصلوا ليه، بلادنا بلاد الامن والامان، فغيوصلوا لهذا الشفار هذا، غيوصلوا لهذا السارق المحترف اللي دار طلاميس لهذا السيد هذا. الان في عمليه البحث على هذا السارق، يعني هو واش ما بقاش الثقه. الناس عرفوا راسكم لمن غتبيعوا، عرفوا راسكم عند من غادين. كاينين بزاف ديال الناس اللي تقتلوا هو غادي يبيع موتور. فعلا شفنا قصص ديال شاب او لا شباب مشى باش يبيع موطورو لواحد اخر وتلقاو ليه بالسيوفه ولا بجنوه وقتلوه. فهاد السيد هذا قال لنا انني حمدت الله وشكرته انني بقيت عايش وما تاذيتش. فالرجال الامن في منطقه الحي حيساني في عمليه البحث على هاد خينا هذا، في عمليه البحث على هاد السارق المحترف. فكنتمناو صراحة أنه تم الإيقاف ديالو في أقرب وقت، لأن هذا السارق هذا محترف فيقدر يديرها بشي شي واحد آخر. عباد الله والناس والمواطنين والمغاربة، حديو راسكم لمن غادي تبيعوا السيارات ديالكم. عرفوا لمن غتبيعوا السيارات ديالكم، عرفوا عند من غادين، ماشي غير اجي ولوح انونس وتمشي. راه هاد السيد هذا والله القسم الا كتب ليه الله عمر جديد، تخيلوا معايا يكون جاو عندنا شي وحدين بالسيوفه ولا بجناوه، يعني يكون صفاوها ليه. فالحمد لله على سلامته والله يعوضه خير. هذا سارق محترف بطبيعه الحال، حتى رجال الامن عندنا محترفين. هذه رسالتي لك اخويا الشفار، عندنا رجال الامن المحترفين غادي يوصلوا لك باي طريقه. عندهم الماتريكول، كاين مجموعه من الامور، سياره المرسيدس لانها سياره من نوع الفاخر فغيوصلوا لك في اقرب وقت. ونزيد نذكرك خويا كاينين مجموعه من الكاميرات اللي بطبيعه الحال انهم رصدوا السياره ورصدوا الاشخاص اللي راكبين فيها.